خلينا بقى نروح دلوقتي مع حضراتكم لخبر اخر، وان مصر حاليا بتستضيف يعني الدوري عفوا الدور التمهيدي للتاني لبطوله العالم للسكواش للمحترفين رجال وسيدات، وهيستمر لغايه يوم 22 مايو. امبارح حجزت المدافعه عن اللقب المصريه المتالقه حي نور الشربيني ببطاقه التاهل زي ما بيتقال للدور الثالث لجوله بطوله العالم للسكواش ده بالقاهره بعد انتصارها بثلاثه اشواط مقابل شوط على كينزي ايمن. على فكره نور الشربيني مواليد 95 وعليها يعني العديد والعديد من الالقاب اللي يعني في سن صغير قدرت ان هي تحصل عليها، وعايزه اقول لحضراتكم بجد اسم بيسمع في العالم كله، مش فكره بس ان هي بتحصل على يعني بطولات مختلفه، لا هي اسم كبير جدا في عالم السكواش فعلا. فاز ايضا المدافع عن لقب الرجال المصري علي فرج، ده كان بثلاثه اشواط بدون مقابل بمباراته في الدور الثاني ضد المكسيكي سيزر سالازار. خلينا نتابع. In all, a player must win by 2 points. Each player has one review. Right side, 6 all. Seven nine match to Shirbini 3 games.